مشاهدينا مع حضراتكم في هذا الافتتاح الكبير للحدث المهم والأبرز الذي تشهده مصر حاليا، وهو البطولة العربية العسكرية الأولى للفروسية بتنظيم القوات المسلحة المصرية وبتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة الكثير من الجهات الأخرى المعنية بالخيول وبتربية الخيول. بيشرفنا الشيخ محمد بن عيسى الفيروز رئيس الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد، وهي من أبرز وأهم الجهات المشرفة على المسابقة الخاصة بالفروسية فيما يتعلق بالتقاط الأوتاد. أهلا بحضرتك شيخ حمد، بداية على أرض مصر وفي العاصمة الإدارية الجديدة، وبنرحب بحضرتك طبعا ويعني بمشاركة حضراتكم في هذا الحدث المهم. الله يخليك، مشكورين على الاستضافة، ونحن نحضر اليوم حدث عالمي، نقول عنه حدث عربي، حدث كبير، افتتاح منشآت بطولة عسكرية للفروسية ولالتقاط الأوتاد تقام عسكريا لأول مرة. طبعا بالنسبة لالتقاط الأوتاد هي الثانية، الأولى كانت دولية والحين الثانية، لكن بالفروسية كعسكرية هي الأولى. حدث كبير، منشآت كبيرة، وتشريف كبير من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشريفه وحضوره لهذه البطولة أعتقد حدث كبير.